اللي هيكون معايا دلوقتي ده زامله كلاعب وزامله ايضا كمدير كرة، كابتن محمد رمضان معايا عبر الهاتف الان، النجم الكبير كابتن مشير حنفي نجم دفاع النادي الاهلي الاصبع. يا كابتن مشير مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. حبيبي يا كابتن كريم، حبيبي ربنا يخليك، وتحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. يا رب يخليك. قول لي رايك في تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا ببعض الاختصاصات فيما يخص مدير الكره بالشكل القديم يعني. بص يا كابتن، يعني القرار ده متاخر كتير جدا، لان الكابتن محمد رمضان قيمه وقامه كبيره جدا، سواء كان لاعب معانا او كان معانا مشرف عام او كان معانا مدير للكوره. فده راجل متخصص ودارس وقاد النادي الاهلي قبل كده في كذا منصب، يعني مسك مدير كوره ومسك برضه قطاع الناشئين، وكان ناجح وناجح بنسبه كبيره جدا. فانت عارف ان النادي الاهلي ما بياخدش قرار كده وخلاص، الا بياخد قرار بيكون مناسب 100% وفي الوقت اللي هو فعلا محتاجه. احنا الفتره اللي فاتت طبعا اتكلمت على سامي ومصان، سامي ومصان اصلا فني. صح. ففي فرق بين واحد بيبقى فني متفرغ للفنيات فقط لا غير، وفي واحد اداري متخصص في الاداره فقط لا غير. فهو القرار صح 100%، وهو انا شايف ان هو كان متاخر كتير، لان الكابتن محمد رمضان يعني هقول هقول قدام الناس، يعني هو حتى كمان اللي معلم الكابتن سيد عبد الحفيظ الاداره، وكنا في الاكاديميه وكان معانا وكنا في قطاع الناشئين وكان معانا. فالكابتن محمد رمضان اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وده كان متوقع لينا كابناء النادي الاهلي من اول ما الكابتن محمد رمضان اختاروه في لجنه التخطيط. فاحنا متوقعين ان هو في اي ازمه في النادي الاهلي اداريه هيكون هو اللي موجود وهيسد وهيكون اداه وقدود، لان المكان ده عايز شخصيه قويه، المكان ده عايز اللعيبه تبقى عارفه هيبه المدير الكوره ده. وانا رايي الشخصي ان هو لازم يبقى كبير في السن، يعني هو سيد عمل طفره كبيره جدا طبعا في النادي الاهلي، بس لما بيكون اللعيب قريب من سن اللعيب او مدير الكوره قريب من سن اللعيب، برضه اللعيب انت عارف اللعيب المصري يعني ايه، بيحب يهرج ويحب يتعامل معاه خارجيا، انما لما يكون هو كبير في السن وشخصيه قويه بيبقى في حته الخوف منه، ويبقى في حته ان هو عامل له 100 حساب. يعني احنا جربنا الكلام ده كتير جدا مع الكابتن طارق سليم، الكابتن صلاح حسن الله يرحمهم، مع الكابتن ثابت البطل، ايضا مع الكابتن محمد رمضان. فكان بيبقى في سقف عالي جدا بيننا وبينه، مش سقف عالي بيننا وبينه كلعيبه، لا كمدير كوره وكشخصيه قويه وكسن اكبر مني إيه بكتير. إيه ففي كابتن احترام مشير للكلام ده وفي خوف. كابتن مشير، الفتره إيه اللي هي دي لو تسمح لازم يبقى في خوف. لو تسمح، ايه الصفات الشخصيه اللي عند الكابتن محمد رمضان وانت اتعاملت معه كلاعب وكمدير كوره؟ ايه المواقف اللي بياخدها في اوقات معينه انت شفته وكنت شاهد على هذا الوضع، عشان الناس تعرف كمان الكابتن محمد رمضان بشكل اكبر في منصب مدير الكوره او بمنصب المدير الرياضي؟ هو في حاجه مهمه جدا جدا جدا، شوف انا بقولها ثلاث اربع مرات، كابتن محمد رمضان بيمتاز بالعدل. والعدل ده اساس كل حاجه في الدنيا، مش في الكوره بس. العدل ده انك تكون عادل بين اللعيبه كلها، انك تكون عادل في القرار بتاعك، انك تكون حازم في الوقت المناسب. كابتن محمد رمضان عادل جدا، وقراراته مش بتيجي كده وخلاص، قراراته بعد دراسه. وانا عاشرته طبعا في النادي الاهلي كلاعب وكمدير كوره، لما بياخد قرار بيحب ياخد وقته طويل جدا في القرار عشان يبقى القرار سليم 100%، ما يطلعش قرار فيه عيوب. فهو ميزه كابتن محمد رمضان حته العدل دي عنده في حياته عموما يعني. وانت عارف ان اصلا الشخص اللي يبقى هو عادل ربنا بيكرمه وربنا بينجحه. تفتكر له موقف في الكابتن محمد رمضان؟ تفتكر له موقف يا كابتن مشير؟ تفتكر له موقف؟ اتفضل. تفتكر له موقف؟ كابتن محمد رمضان ليه مواقف كثيره معانا كلاعب وكمدير كوره. كمدير كوره احسن حاجه فيه اما مسكنا كمدير كوره، اللعيبه كلها بلا استثناء كانت بتحبه، لان هو كان عادل. شوف بقى، اما انت اللعيبه كلها بلا استثناء او جهاز او دكاتره او عمال تتعامل معاه على ان هو الراجل السقف العالي اللي هو بيحبوه كلهم. مفيش لعيب يقدر يقول انا بقاعد، ان انا ما بلعبش، ان انا لا، هو بيتعامل مع الظروف دي بشكل كويس جدا، ودي من النجاح. دي سبب، هتبقى سبب اسباب النجاح، انك انت تتعامل ازاي مع اللعيبه واللعيبه تكون بتحبك.
انما هو ليه مواقف كتيره جدا. ده يعني كابتن محمد رمضان ده حاجه بالنسبه لنا قيمه وقامه وحاجه محترمه يعني. طبعا الكابتن الكبير كابتن مشير حنفي نجم النادي الاهلي الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.